بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك لكم. هذا السائل محمد يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن الإمام النسائي وعن أفضل كتبه مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإمام النسائي إمام جليل من أئمة الحديث، وأشهر كتاب له هو كتاب السنن الكبرى من النسائي، وله عمل اليوم والليلة من الكتب. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الملك يسأل عن الوليمة في العرس، هل هي واجبة؟ الوليمة في العرس نعم، مستحبة متأكدة، سنة مؤكدة، قوله صلى الله عليه وسلم: الذي تزوج من أصحابه أولم ولو بشات. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم هجران الجار المؤذي هو وأولاده؟ لا، الأحسن العفو عنه والسماح له لعله يخجل عن نصحته. نعم. يقول فضيلة الشيخ عن الحج لهذه السنة: فأنا قمت بحلق شعر رأسي بنفسي، هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك إذا أتيت بالحلق على الوجه المشروع، لأن لم تترك من رأسك شيئا الحلقته كله، فهذا يجوز. نعم. السائل عابد يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لموضوع تأليف وإعداد الأبحاث للتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات مقابل أجر يأخذه هذا المؤلف أو المعد للأبحاث، هل هو حلال أم حرام؟ هذا حرام، لأنه غش، لأن المطلوب أن الطالب هو الذي يعد البحث، لأن هذا من تابع للتعليم، فإذا استأجر من يعده له فهذا من الغش المحرم، والذي يعمل هذا لهم يأخذ مالا حراما. أحسن الله إليكم. أختكم في الله حاء عين ألف تقول: شيخ، أريد أن أعرف، كما هو معروف بأن كفارة اليمين هو إطعام 10 مساكين، ولكن شيخ كم المقدار يكون؟ هل هو 50 ريال أم ماذا مأجورين؟ الإطعام لا يكون دراهم، الإطعام يكون بإخراج الطعام، ومقداره بالكيلو كيلو ونصف لكل مسكين، يكون المجموع 15 كيلو من الطعام الذي يوكل في البلد على 10 فقراء. تقول: شيخ، إذا ذهبت أنا المرأة إلى المسجد الحرام لأداء الصلاة فيه، هل يلزمني الطواف أم أكتفي بتحية المسجد؟ لا يلزمك الطواف، الطواف للقادم، تحية الكعبة للقادم من سفر، أما المقيم في مكة فإن تيسر أن يطوف فهو أفضل، وإلا فإنها تكفي تحية المسجد، يعني يصلي ركعتين ثم يجلس. هذا أبو وفاق فضيلة الشيخ يقول: أديت شعيرة العمرة خلال شهر رمضان في العام الماضي، ولم تكن العمرة بنية إهدائها لأي شخص، ولكن راودتني الآن فكرة أن أقوم بإهدائها لقريب لي متوفى منذ حوالي 10 أعوام، فهل يصل ثوابها إلي علما بأنني لم أهديها له من قبل؟ ماذا يقال عن هذا الإهداء؟ الحج والعمرة إنما ينعقدان للغير بالنيابة عند الإحرام، يعني ينوي أنه يحرم عن فلان أو عن فلانة، أما إذا أحرم لنفسه ثم بدا له بعد أن أحرم أن يهديها فهذا لا يصح. هذا السؤال أبو مشعل أرسل بمجموعة من الأسئلة فضيلة الشيخ، يقول: طلاق الأب لزوجتي ابن الشيخ بحكم أن الوالد وما يملك لأبيه،
هل هذا جائز في الشريعة الإسلامية؟ وإذا كان الوالد دائما يتدخل في شؤون ولده ماذا تنصحونه مأجوري؟ الطلاق للزوج، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق للزوج ولا يطلق عنه غيره إلا بالوكالة. فإذا وكل والده أو غيره أن يطلق زوجته فله ذلك، أما أن يطلقها من غير وكالة هذا لا يصح ولا يقع الطلاق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في فقرة أخيرة يسأل بالنسبة لوجود نية الطلاق، هل الزوج الزواج مع وجود نية الطلاق بعد فترة معينة من الزمن وبدون علم الزوجة صحيح، أم يعتبر هذا زواج عرفي؟ وما هو الزواج العرفي وحكمه في نظر الشريعة الإسلامية؟ الزواج بنية الطلاق لا يجوز، لأنه فيه نوع من الغش والخديعة للزوجة والولية. أو يتزوج بنية الاستدامة، إن صلحت له، إذا لم تصلح له إنه يطلقها. أما أن يتزوجها بنية أنه يستمتع بها ما دام في هذا البلد أو في هذه الرحلة ثم يطلقها، فهذا يشبه المتع، وفيه غش وخديعة في الطرف الثاني، فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذا الزواج. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. الأخت أم سامي تقول إذا اكتشفت الزوجة فضيلة الشيخ بأن هذا الزوج مخادع زوجته مع نساء أخريات، حيث يقوم بمهاتفتهن في آخر الليل ويقوم بأعمال لا ترضي الله، وقد اكتشفت ذلك مع أن منه أولاد، هل أقوم بطلب الطلاق منه؟ عليك بمناصحته وموعظته لعله يتوب من هذا العمل، فإذا لم يتوب وأنت رأيت عدم البقاء معه فلك أن تطلبي منه الطلاق. السائل أبو مشعل أيضا من أسئلته يقول الشيخ بالنسبة للصلاة خلف إمام يكسر في القراءة بحيث يكسر المضموم ويفتح المكسور وهكذا، إذا كان هذا في الفاتحة فالصلاة خلفه لا تصح، اللحن الذي يحيل المعنى لا يجوز في الصلاة في الفاتحة، يبطل الصلاة في الفاتحة، أما في غيرها فالصلاة صحيحة. نعم، يقول بأن زوجتي عندها مجموعة من صياغات الذهب والألماس والحلي الكثيرة، ولكنها منذ 20 سنة لم تخرج زكاة هذا الذهب. إذا كان معدل للنفس الذهب والفضة، أما الناس والأشياء المجوهرات الأخرى التي تعد للباس ليس فيها زكاة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو أمين يقول الشيخ أنا رجل أسكن في مكة المكرمة، فهل يجوز أن أخرج زكاة مالي وأعطيها لفقراء المدينة المنورة؟ مولى زكاة المال تكون في البلد الذي فيه المال، لأنهم بحاجة إلى هذه الزكاة والمال في بلدهم، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لا بأس بذلك إذا كان فيها قارب لك محتاجون أو في ناس أشد حاجة، فلا بأس بنقلها لنبرر. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ الذي أبو سلطان أرسل بمجموعة من الأسئلة عن يسأل في السؤال الأول عن الأشياء التي يجب أن يعملها الحاج في يوم النحر والأشياء التي يتحلل فيها التحلل الأول والثاني. الذي يعمل في يوم النحر 4 أشياء التي هي رمي الجمرة الكبرى، ثم حلق الرأس أو تقصيره، ثم الطواف، طواف الإفاضة من بيت السعي بعده لمن عليه سعي، وكذلك ذبح الهدي. هذه 4 أشياء الأفضل أن تعمل في يوم العيد، وإن تأخر بعضها فلا بأس، لأنه لا يتعين ولا يجب أن تكون كلها في يوم العيد، لكن الأفضل أن تعمل في يوم العيد. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول إن شاء الله سوف أنوي الحج من العام القادم فضيلة الشيخ، فما هو النسك المناسب وما صفته، وخصوصا بأنني رجل فقير؟ الأنساك 3: التمتع، وهو أن تحرم بالعمرة وتؤديها ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج ويكون عليك فدية التمتع، والقران، وهو أن تحرم بالعمرة والحج معا بنية واحدة، وتدخل العمرة في الحج وتؤدي أعمال الحج ك
تدخل فيه العمرة لكن تفدي تذبح الفدية. والثالث الإفراد وهو أن تنوي الحج فقط بلا عمرة لا قبله ولا معه، وإنما هو حج فقط وليس عليك فدية، وأفضله التمتع ثم القران ثم الإفراد. نعم. جزاكم الله خيرا. حاء ميم له مجموعة من الأسئلة، يبدأ بالسؤال الأول يقول: شيخ، نحن نعلم بأن الإنسان له شيطان من الجن وشيطان من الإنس، فما هي الوسيلة التي يستطيع الشخص التخلص من شيطان الإنس؟ مأجورين. ليس له شيطان من الإنس، الشيطان من الجن، وشيطان الإنس هذا قد يكون جنسا له أو صاحبا له لكنه ليس ملازما له، وعلينا أن نستعيذ بالله من شياطين الإنس ومن شياطين الجن يشغل الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو إبراهيم يقول: اشتريت عدد من السيارات وذلك عن طريق تمويل أحد البنوك بما يسمى شيخ المرابحة الإسلامية، وقد استلمت شيك باسم المعرض الذي قدم عرض بقية السيارات، وقد توجهت إلى المعرض وسلمته الشيك، وقد استلمت صورة من البطاقة الجمركية لإحدى السيارات، وقد وعدوا بإحضار صورة البطاقة الجمركية للسيارات الأخرى، وعرضت السيارات للبيع بصفتي أملكها على بعض المعارض، وأخيرا عدت إلى المعرض وعرضت عليه السيارات لشراء دون أن يتم تحريك السيارات من المعرض، وقد بعت عليه واستلمت الشيك بالمبلغ. ما حكم هذا البيع؟ مأجوري. إذا اشتريت شيئا سيارات أو غيرها فلا تبيعه حتى تقبضه، لا بد أن تقبضه، السيارات لا بد من قبضها ثم بعد ذلك تبيعها، أما بيعها قبل قبضها فهذا قد يكون باطلا وقد يكون خلاف الأولى، فعليك أن تتجنب هذا الشيء. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الرحمن يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه معناه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يمت، هل شرح هذا الحديث فضيلة الشيخ بأن من فعل بهذا الحديث يدخل الجنة بمجرد وفاته دون أن ينظر إليه يوم القيامة في الجزاء والحساب؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة، وقل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل فريضة من باب الورد، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة برحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه، فنحن نثبت الحديث ونعمل به ونرجو الله ما ذكر فيه من الأجر. في فقرة له يقول: من يلحق في آخر ركعة من صلاة العشاء مع الجماعة وبعد أن يسلم الإمام يقوم يكمل بقية الركعات، ما حكم قراءة هذا الرجل الجهرية للركعة الثانية من الصلاة؟ لا بأس أن يجهر الركعة الثانية إذا قام بعد الإمام، لكن لا يشوش على من حوله. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة أخرى بعث بها سائل للبرنامج. فضيلة الشيخ يقول: لدي والدتي لم تستطع الحج وذلك لظروفها الصحية وليست مادية، فهل يجوز أن أحج عنها مأجورين؟ إذا كانت تقدر على الحج بنفسها ولكنها في الحال في الوقت الحاضر لا تستطيع مباشرته فإنها تنتظر ولا توكل، إنما التوكيل في الحج إذا يأس من مباشرته بنفسه وعنده الاستطاعة المادية له فإنه يوكل حينئذ. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: يا شيخ، أنا شاب أبلغ من العمر 30 سنة ولي 5 سنوات وأنا أريد الزواج، ووالدي ووالدتي مطلقين، ووالدي يريد أن أتزوج من ابنة عمي ويقول إذا تزوجت من غيرها سأتبرع منك، ووالدتي تقول إذا تزوجت بها فأنا غاضبة عليك إلى يوم الدين، وأنا في حيرة من أمري. عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحرص على رضا والديك والتفاهم معهما، ولكن الزواج لا تجبر
أن تتزوج بامرأة لا ترضاها، لا الوالد يملك إجبارك ولا الأم تملك إجبارك أو منعك منها إذا كانت تصلح. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الشيخ يقول: في رمضان الماضي أفطرت بعد صلاة الفجر بسبب أني نسيت أخذ الدواء، هل الدواء فضيلة الشيخ مع أنه يصل إلى الحلق هل أعيد هذا اليوم؟ نعم، يجب عليك إعادة هذا اليوم، لأن تناول الدواء من الصائم وابتلاعه يبطل الصيام. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: ما المقصود في حديث من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر؟ هل الأيام الثلاثة هذه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وفي أي وقت من الشهر أم هي محددة؟ نعم، في أي وقت من الشهر، ولكن الأفضل أن تكون أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كصيام الدهر، لأن اليوم لأن الحسنة بعشر أيام ثانية، فاليوم منها بعشرة أيام والشهر ثلاثون يوما، فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام السنة كلها. أم نورة تقول: يا شيخ، نسأل عن قول الأذكار وتعويد الأولاد الصغار على قراءتها، وإذا كانوا لم يتعلموا هل نقرأ وننوي لهم أم كيف نفعل؟ لقنوهم إياها وعلموهم إياها، ولا تكفي أن تقرأوها عنهم، إلا إذا كانوا صغارا لا يفهمون فإنك تدعو لهم وتولد عليهم بالقرآن وبالتعويذات. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا عادل يقول: يا شيخ، لي مبلغ من المال في البنك وأدفع عليه زكاة المال في نهاية كل عام ميلادي أي شهر ديسمبر، وقد اشتريت عقار للتجارة، فهل أدفع زكاة المال أو هذا العقار مع بداية امتلاكي أم يعتبر مال العقار هو نفسه المال السابق؟ نعم، إذا كان عندك نقود في البنك واشتريت عقارا للتجارة فإنك تزكي الجميع عند تمام الحول، فتزكي النقود بأن تخرج ربع العشر منها، وتزكي الأرض بأن تثمنها بما تساوي عند تمام الحول ثم تخرج ربع العشر. رسالة طويلة فضيلة الشيخ من أحد الإخوة، ملخصها بأنه يقول: يسكن في مدينة جدة مع عائلته، وأهلي يسكنون في منطقة الباحة، وقد حجيت أنا وزوجتي قبل خمس سنوات، وعندما أردنا الحج سافرنا إلى منطقة الباحة لكي نضع الأولاد عند أهلي، ورجعنا يوم السابع من ذي الحجة إلى مدينة جدة، وأحرمنا من جدة في صباح اليوم الثامن، ولم نحرم من الميقات أي ميقات الطائف رغم مرورنا به لجهلنا بأننا نحرم من جدة لأنها مكان السكن، فهل يلزمنا شيء في ذلك؟ نعم، أنتم غلطتم في هذا، كان الواجب أن تحرموا من ميقات أهل الباحة الذي تمرون عليه وهو الطائف مثلا، فما دمتم لم تحرموا من الميقات يكون عليكم فدية، كل واحد عليه فدية، ذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء الحرم وحجكم صحيح إن شاء الله. هذه أم زاهر تقول: فضيلة الشيخ، لدينا امرأة قريبة وهي كبيرة في السن ومتدينة، ولقد أخذنا من مالها كي نصرف عليها دون أن نخبرها ودون أن تعلم، هل يجوز ذلك وماذا علينا في هذا المال مأجورين؟ لا يجوز لكم ذلك إلا بوكالة شرعية، إذا كانت لا تحسن التصرف وليس عندها فكر فلا بد أن تطلبوا وكالة من القاضي على مالها وأن تصرفوا عليها من مالها، لا بد من الوكالة في هذا. أحسن الله إليكم. تسأل في سؤالها الثاني تقول: أريد أن أحج وأريد أن أذهب مع أخي وهو ليس لديه القدرة المادية، فهل يجوز أن أعطيه المال لكي يذهب معي لكي يحج؟ نعم، شيء طيب أنك تأخذينه معك وتقومين بتكاليف حجه، كن معك محرم وتقومين بتكاليف حجه. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا رسالة من الأردن من السائل عمران يقول: فضيلة الشيخ، وقفت عند أحد المحال التجارية لشراء حوائج البيت، فجاءني عند السيارة رجل يبيع سلعة لبن مجمد أي لبن مجفف بالملح، وقد قام بإحراج غاية الإحراج للشراء منه،
وقد استسلمت له وأخذت منه السلعة، وقال لي لا تدفع الآن، خذها وضع النقود في حسابك في البنك، وذهب حيث أنني لا أعرفه. وعند عودتي للبيت فوجئت بأن السلعة لها رائحة كريهة جدا، وقد قمنا بوضعها على الطعام فأفسدت ما وضعنا، فهل أسدد له الثمن؟ إذا كانت السلعة تالفة وليس لها فائدة فإن هذا البيع غير صحيح، وهو غشت في هذا. يقول فضيلة الشيخ السائل مرزوق: قرأت في كتاب الاستسقاء بأن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا، فما صحة هذا وما هو الاستسقاء مأجورين؟ هذا صحيح عن عمر رضي الله عنه، والمراد بالاستسقاء للنبي أو بالعباس الدعاء، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم أن يسقيهم الله الغيث. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم تعذر طلب الدعاء منه، توجهوا إلى العباس لأنه حي وهو قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه أن يدعو. ولو أن السائل أكمل الحديث يتبين له، لأن عمر قال في آخره: قم يا عباس فادعو. يقول فضيلة الشيخ: كثيرا ما نسمع بعض الأدعية من الناس تختم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فبماذا توجهونه؟ هذا بدعة، السؤال بالجاه أو بالحق أو بذات الشخص هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول السائل أيضا فضيلة الشيخ: هل صحيح بأنه يستحب تلقين الميت بعد دفنه: يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت منه من الدنيا وكل عمل قمت به؟ هذا غير صحيح، هو وارد لكنه غير صحيح، فلا يجوز عمله بعد الدفن، إنما الذي يلقن هو المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي المحتضرين. أما التلقين بعد الدفن فإنه لا يفيد الميت شيئا ولا يسمعه. يقول الشيخ: بالنسبة للذي يقوم بتغسيل الموتى، إذا رأى ما يكره من سوء في وجه هذا الميت هل يخبر به؟ وما هي شروط المغسل؟ المغسل أمين، ولا يجوز له أن يذكر أحوال المغسل الميت، بل يستر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله دنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائلة للبرنامج تقول: أسأل الشيخ عن المقاييس التي يجب أن تكون في الزوج المثالي الذي يرتضيه الإسلام للفتاة المسلمة، أرجوكم أجيبوني لأنني في حيرة من أمري مأجورين. هذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فإذا كان ذا دين ولا أمانة إنه مزوج. هذه هي المصورات. جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء برسالة السائل أبو أحمد، يقول: فضيلة الشيخ، لقد أخذت قرض من البنك بمبلغ 40,000 ريال على أن أعيد ذلك بسداد 60,000 ريال، تزوجت من هذا القرض، هل هذا الزواج صحيح أم حرام؟ الزواج صحيح، لكنك تأثم لهذا القرض لأنه ربا، ولكن إذا تبت إلى الله ولم تعود إلى هذا الشيء الله يتوب على من تاب. أخيرا يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لمعرفة المسحور مأجورين؟ الله أعلم، المسحور يكون له تصرفات وتظهر عليه أشياء يعرفها أهل النظر وأهل المعرفة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة على تواصلكم مع هذا البرنامج، يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.